كيف تبقى
خمسة دي في دم دي في دم دي في دم ما فك يعني كان نجد بركة بس في لازم تكون اوكازيونيل كتب هكذا قال مع لافريس مع هنا جيبوا لاخر قال هذا النهار انا لا لا احنا اللي يهمني النتيجه قلنا انه هذه منا تولي وقع هذا شكلها في جهه الفريق يديروا هذا الميدياتيك ومن بعد على شهر شهرين تولي لاعب لازم تكون وين ان شاء الله تكون مستمره العمليه ان شاء الله وراح نزيدوا ثاني نفتحوا محور واحد اخر تاع لي دي شيفات تاع لي دي شيفات كيما تاع الشجور تاع الحشيش في واحد اخر انه هذه بغض النظر على الهدف تاع نظافه المحيط اللي تقدر تولي مورد حتى ريسورس بور لا كوم البارح انا جي ريسيو لاف ما عنده واحد يدير لا ريكوبيراسيون يطلب باش يجي يشري يجي يشري البابي اللي تيك تاعنا هو يبيع اليوم او يبيع هذا الزجاج هذا راه يبيعو كاين لي زونتربريز دو ليكيباسيون اللي دخل بها مداخيل اجل اليوم لي بيك كان على لا ديكو بغض النظر على هذو النفقات اللي يديروا فيهم نفقات وعندهم عمال وعندهم الاخر ما يبقاش عايش بالمساعدات تاع الدوله لانه كاين اعباء اذا سمي يدخل دراهم باش يدخل دراهم حنا كي نسهلوا لهم نديروا هذا العمل تاع الفصل الانتقائي اللي تشري سيليكتيف ننجحوا فيه يقدر من بعد هذا الكرتون هذا يبيعوا الزجاج هذا يبيعوا كلشي يعاود والحلول السيكلي يعاود يباع وهذا بيان سور يكون عندها مردود على باش يزيد يحسن الخدمه تاعو ويزيد يمسو احياء واحد ياك سورتو ما لازمش يكون ظرفيه ياك نشكر عليكم باش ما تكونش ظرفيه برك فيها لافاكتور فيها الموشيتي فيها مام لي زاميناجمون تاع لي سكاش هكذا دخلة فارية انا كان الشيء المليح انه الخدمه اللي تخدمها تخدم خدمه نظيفه خدمة لي تخدم بعدل المهم اليوم مش كيما في السابق الناس تشكي والحلول ما كانش اليوم اللي شغاله تاع المواطنين الناس هاي تشكي والحلول موجوده لانه عمرها بالعباس ما استفادت من سكنات اجتماعيه كيما الفتره هذه هذا يرجع الفضل تاع الرئيس تاعنا اللي سجل هذه المشاريع السكنيه اليوم في ولايتنا وزعنا 16150 سكن اجتماعي وريفي او غير الفهم اللي يقولها برنامج في الخارج برنامج تاع الدوله ياك الدول الاخرين ما همش يديروا سكن اجتماعي لكن حنا الرئيس تاعنا قال لازم يبقى سكن اجتماعي لمن الزواليه اذا حنا هذا الشيء راه وين دار رانا نبنيو اسكو باش توزع لازم تبني كل مشاريع تاع السكن تاعنا راهي منطقه ما عندنا حتى مشروع تاع السكن اللي ما طرقش على هذا الاساس اللي مؤخرا وزعنا 4000 هنا في لاباس وحده عمرها ما صرات اذا كاين الخير دوك تخدمنا كثير مازال ان شاء الله كاين 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 حالات ان شاء الله تفرح انت وتفرح الناس الاخرين اللي راهم يسدوا كامل ان شاء الله رباني باذن الله هكذا مستعد من عندك باذن الله ان شاء الله يدرسوا الدوسي تاعك على الاخر لك يعني اخر ميتي واش سوى دعوه الخير هذا الله يحفظك الانسان يخدم
ودير الواجب تاعو ويخلص ويدي دعوة الخير. انا مبروك عليكم. دوكي دوكي الله يبارك فيك. الله يجزيك خير. الله يحفظك. شو كيبير فوز اورغانيزي. اون اورغانيزي اون هيروين. فوالا فوز اورغانيزي معناتها لافيستيسمون اللي راح يندار راح يكون يصلح بريزر حبار. هكذا. على هذا الأساس اليوم مع وزارة البيئة ووزارة الموارد المائية والبيئة كان اتفاقية مع مسؤولين تاع لاين دي مع إخواننا من بلجيكا اللي راهم موجودين معنا اليوم. ولاية سيدي بلعباس كان اللي بوتيتر مازال ما يحبوش الكلمة هذه ما يقولها يحبوه ولا ما يحبوش لأنه هذا جهد تاع الدولة تعتبر ولاية نموذجية. بلعباس معسكر مستغانم تعتبر من بين ولايات النموذجية في هذه الاتفاقية مع إخواننا من بلجيكا كان لي في كيفية تسيير النفايات واسترجاعها. فيه ورقة عمل، فيه تكوين، فيه إمكانات مالية، فيه إمكانات مادية، فيه برنامج اللي راه في طريق الإنجاز مع كل المعنيين مع مؤسسة نظيفكم مع مؤسسة مع مسؤول تاع لو سي او تي دو تاع لا ولايه سيدي بلعباس. اليوم كما شفنا ايضا بهذه السانحه كنا انطلقنا في الفرز الانتقائي لو تري سيليكتيف على مستوى الحي الثالث على مستوى الولايه. درنا اثنين لا سيتي دي زوازو لا سيتي هذيك تاع اليوم رانا في الحي الثالث. الهدف باش تتعمم العملية على مستوى كل ربع المدينة وأيضا في مرحلة على المدى المتوسط على مستوى كل ربع الولاية. بعد لأن الهدف بعد ما نقوم بتغلبوا على مشكلة النظافة لابد أن نفكر من درك باش هذا الفرز الانتقائي راح يتباع وراح يسمح للمؤسسة دي باش تدخل المداخيل. هذا اللي شرعنا في إحياء في إنشاء أحياء فراء بطاقة نظيفة دي كارتي فير افيك انرجي بروب. اليوم بدينا نلبسوا هذه النتائج من حيث التسيير تاعها من حيث ايضا جمال المدينه من حيث الجانب الايكولوجي وايضا حتى من حيث ترشيد النفقات العموميه. اليوم هذا حتى الطاقه النظيفه اليوم الموارد ولا المداخيل لازم تكون عندها تسيير راسيونال تسيير عقلاني في نفس النفقات العموميه. ربحنا 50% من النفقات اللي كانت تتعلق تاع الاداره العموميه. كل هذه النقاط نظافه المحيط جانب الايكولوجي الطاقه الاحياء الخضراء طاقة نظيفة. البارح كان عندنا 0.73 للمواطن من متر للمواطن بحساب الخضراء. اليوم رانا خسرنا 2 امتار للمواطن باش نوصل ان شاء الله على المدى القريب 3 امتار المربع للمواطن باش نجعل ولاية سيدي بلعباس ولاية نظيفة ولاية ايكولوجية بامتياز. وحنا اليوم رانا في المتناول تاعنا لانه في ظرف سنة منذ انشاء هذه المؤسسة في خلال السنوات الأخيرة بشهادة الجميع أنه فيه نتائج ملموسة جدا فيما يخص تسيير هذا الملف تاع نظافة المحيط. مازال كاين عمل مازال كاين نقائص لكن لازم بد أن نستمر بهذه العزيمة بهذا التنظيم بهذه الاستراتيجية اللي استطاعها الولاية باش نقضيو على النقاش. نحتاج 12 كل لابد أن يكون تنظيم تكون استراتيجية في توزيع اوقات العمل اوقات الرمي هذه النفايات من فيه اليوم عده على مستوى الولايه مخطط في عندنا شيما ديال مخطط رئيسي لرفع النفايات يبدا من السكن تاع المواطن من المنزل تاع المواطن حتى لو سونتر دونفيس وحتى المفرغه حتى مركز النفايات. اذا كان فيه خلل معين في نقطه معينه على مستوى السكن تاع المواطن راح ياثر سلبا على المخطط هذا رفع النفايات اللي سطروا مكتب دراسات مختص. اذا بكل رجاله نزيد ناكد بانه نقطه هامه جدا نداءنا ايضا للمواطنين باش يرفقوا هذا العمل. العمل تاع نظيفكم العمل الدؤوب والشاق
داكو تقوم به يبقى مرهون بسلوك المواطن. نتاعنا ايضا باش المواطنين يساهموا ايجابيا باش نجعل من مدينه سيدي بلعباس او بالاحرى ولايه سيدي بلعباس ولايه نظيفه، ولايه ايكولوجيه تمتاز بامتياز. وهذا الهدف هذا ان شاء الله راه في المنام تاعنا، لانه في ظرف قاسي جدا كانت فيه مكاسب كبيره فيما يخص التحكم في تسيير المحيط، نظافه المحيط وايضا نظافه الاحياء تاعنا. لا اطيل عليكم مره اخرى، هنيئا مبروك عليكم هذا العيد، سنة عيد ميلاد مؤسسة نظيفكم. نظيفكم وربما جزيل يسائل بروشيا نظيفكم نظيف في نظافة كوم كومين فوان دخلنا في العصر هنا لو سيكل هذاك النون نظيف نقطة نظيف نقطة مالتها ايضا فوان لو سي مالتها سي كوم فيها بيئة فيها الماء فيها الأخضر وهذه رموز تاع البيئة. هذا هو السجل اللوغو تاع بلعباس، ماهوش في الدراسات اللي داروا، ماهوش لاخرنا، المتحدث بكل بساطة المتواضع على الظريف اللي داروا، لأنه فيه خصوصيات ونحبوا هذه البيئة. وماذا بنا في بلعباس عن طريق هذا الملف أنه نعطيه أهمية قصوى، جانب الإيكولوجي والجانب البيئي نظافة المحيط تبقى دائما من بين الاولويات هذه الليله. هنيئا لكم مره اخرى وشكرا، السلام عليكم. شكرا لك سيدي الوالي، لست بليغ كلام ولا فصيح لسان مثلك، لكن ما عساني الا ان اقول تحيا بكم كل ارض تنزلون بها كانكم في بقاع الارض امطار. ايضا نواصل جو التكريمات لقطاع بعد الصورة. ايضا تكريم لقطاع merci de la part de la coopération TFL pour nous avoir invités à cet événement important. La coopération TFL ensemble avec l'AND va appuyer la gestion des déchets à Sidi Bellabès, Mansara et Mascara pendant les 3 ans à venir. Donc on va vous voir très souvent et je vous souhaite beaucoup de succès. هي شهادة شكر وتقدير تاع عرفان وفاء لسيد والي الولاية. نشكر سيد والي ونشكر نظيفكم بالمجهودات اللي قدمتها للمدينة. الآن غادي نكملوا السيد المدير المؤسسة. لا جورني هذيك زدنا 2 جور واحد اخرين قعدنا ولا كونتينيتي تما ماضيكم زيدو كيما هذاكم ديروا لوكاسيون تاع طيب روفات مو تما قاعدين كل غادي يدخلوا في البروجي تاع دي تي بي كاع سوري هذا سباس تاع مع ديكو في لاري ابيتاسيون دو لا سوري كورسيا 1500
شوف هذا.